تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، انطلقت في عمان الخميس أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني 16، والذي جاء بعنوان الصيدلة في المئوية الثانية رؤية مستقبلية. ها هي نقابة صيادلة الأردن تعقد مؤتمرها الصيدلاني 16 بعنوان الصيدلة في المئوية الثانية رؤية مستقبلية، وبما فيه من مستجدات علمية ومهنية تعود بالنفع والفائدة وإنارة الطريق أمام الزميلات والزملاء المنتسبين لها، والتي هي مهنة إنسانية والتي لها مركز مرموقا في كل أنحاء العالم. وقال رئيس المؤتمر ونائب رئيس اتحاد صيادلة العرب نقيب صيادلة الأردنيين الدكتور محمد عبابن إن المؤتمر يسعى إلى تعزيز تبادل المعرفة بين الخبراء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في قطاع الصيدلة، وتعزيز البحث والابتكار في ممارسة مهنة الصيدلة. حيث نحرص في نقابة صيادلة الأردن ومن خلال مؤتمرنا هذا على تحقيق رؤى جلالته من خلال التشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والسعي الدؤوب لتطوير كافة أشكال الممارسة والرعاية الصيدلانية وتحسين مخرجاتها وتعزيز دور الكوادر البشرية الصيدلانية والصناعة الدوائية في توفير الأدوية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهدات أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر جاءت انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل والإنجاز من أجل أردن جديد. ونحن في المؤسسة العامة للغذاء والدواء نؤمن بضرورة التشاركية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. أشار جلالة سيدنا أيضا أنه لا يوجد فرق ما بين الذكر والأنثى من الشباب والشابات في دعم تعزيز بناء هذا الوطن بهمة عالية لا تلين. مشاركون في المؤتمر وجدوا أن المؤتمر يعزز المهارات الفنية والإدارية لدى الشباب من خلال التدريبات والندوات المقامة في المؤتمر. قام على هذا المؤتمر عدد من اللجان المنظمة بالإضافة إلى مجلس نقابة الصيدلة، وبما أنني من اللجان المنظمة في اللجنة الإعلامية بالأخص ركزنا كثيرا على الإعلام في هذا المؤتمر حتى نظهر هذا المؤتمر لأهميته داخليا وخارجيا، وأيضا لأهمية دور الصيدلاني في هذا المجتمع. استقبلنا لوفود عربية وأجنبية مشاركة بالمؤتمر حوالي 56 وفد عربي وأجنبي، فيها محاضرات وفيها دورات علمية وفيها ورش عمل. هاي طبعا رح نجيب أو رح يكون أحدث المستجدات العلمية والأوراق العلمية رح تنطرح، وهذا طبعا له أثر كتير كبير على صحة المواطن الأردني وعلى مهنة الصيدلة تحديدا بأنواع الأدوية والصناعات الدوائية والتجديد بمستجدات الأدوية راح تكون. فإحنا كمشاركين يعني هدفنا اليوم أن نطور مهنة الصيدلة خلال السنوات إن شاء الله القادمة، زي ما تفضل مع عطوفة نقيب الصيادلة هي رؤية لل 2030 إن شاء الله. للخروج بتوصيات للمرحلة القادمة وخاصة خلال الخمس سنوات القادمة للنهوض بمهنة الصيدلة خدمة للوطن والمواطن الأردني. فالعصر عصر السرعة، نتمنى أن يكون هذا المؤتمر له بصمته، يمثلنا كصيادلة بالدرجة الثانية ويمثل الأردن بالدرجة الأولى. ويشارك في أعمال المؤتمر التي تلتئم في أكثر من 50 محاضرة واثنتي عشرة ورشة عمل العديد من الخبراء والعلماء في مجال الصيدلة، بالإضافة إلى الجلسات النقاشية. داليا باجس، ممثلة من الاتحاد الدولي العالمي للصيادلة. احنا فخورين بتعاوننا مع الجي بي اي كانترناشنال فارماسيوتيكال فيدريشن لحتى نعزز مكانة الصيدلي بالأردن وبرضه بالعالم العربي. تعاوننا مع زملائنا بالأردن هو تعاون لحتى نعزز مكانته مش بس بالأردن بس برضه بالمنطقة العربية. يعني احنا اليوم بنلاقي الأردن بتطور مستمر واحنا فخورين بتطورهم بالنسبة للعالم. الشركة الأردنية السعودية من 2000 تم تأسيسها، من الشركات الأردنية الرائدة في مجال الصناعة الدوائية، معنا تقريبا 160 دواء في البورتفوليو تبعنا،
ومن ضمن هاي المنتجات كمان عندنا الجو سويت والباندا اللي هم من أشهر المنتجات اللي معروفة عند العامة والخاص. وإن شاء الله مهنتنا بال2030 ورؤيتنا المستقبلية إلها إن شاء الله إنها تكون من أكبر المهن اللي بتعزز التشاركية بالمنظومة الصحية، ويكون للصيدلي دور بالمجتمع، دور كبير أكبر وأكبر وأكبر. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في الصناعة الدوائية والممارسة المهنية والتعليم والتدريب الصيدلاني وتوفير فرص التعاون والتبادل ونقل المعرفة بين المختصين ومواكبة المستجدات العلمية واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على الأصعدة كافة ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها.